الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر طلعت الغيطي من قناة ذاكرة الحساب والمقاس. النهاردة إن شاء الله هناخد تكملة الدرس اللي فات اللي هو كان بيتكلم عن اللينسز. فالنهاردة هناخد حاجة اسمها البريمتر. إيه البريمتر؟ والبريمتر طبعا من الدروس المهمة، يعتبر القوانين بتاعتها خدناها في برايم 3، فعلشان كده الحاجات اللي هي بتتاخد دي برضو في سنه رابعه مش هينفع انها تتنسى، لان هو مطالب بقى برضو زي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا في السكند تيرم وفي برايم 5 وفي برايم 6 وعلى طول يعني، فما ينفعش انه ينسى حاجه بعد كده، يعني كل حاجه ديت اللي بياخدها دي تراكميه. يعني ايه بيرميتر؟ اولا يعني قبل ما مد القوانين، يعني ايه بيرميتر؟ بيرميتر لما يكون مثلا قدامي اوضه زي دي مثلا او اي شيب زي ده مثلا، وبقول لك انا عايز البيرميتر. البيرميتر هو اللينس بتاع الاوت لاين ده، يعني هو طول الخط الخارجي ذا لينس اوف ذا اوت لاين اوف ذا شيب، يعني هو طول الخط الخارجي. لما اجي اقول لك انا عايز البريمتر ده مثلا هقيس طول ده مثلا ده ب 4، ده مثلا ب 3، ده هيبقى برضه 4، ده هيبقى مثلا ب 3، فانا بقول له 4 بلس 3 بلس 4 بلس 3، ده اسمه البريمتر. طب والجزء الابيض ده لسه هناخده اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها الاريا، دي اسمها الاريا. اما البريمتر هو خاص بالحاجه اللي بره، بالطول الخط اللي بره. لما انا اجيب مثلا نقاش مثلا في الشقه بتاعتي علشان يجي يدهن الاوضه، او مثلا راجل يجي يغفل الاوضه، فالراجل هل يا ترى لما يجي يدهن، الراجل اللي بيدهن الحيطه ولا بيدهن الارضيه؟ بيدهن الحيطه. ما هو معنى كده ان هو بيشتغل بالبريمتر، بيشتغل في الايه، محيط الاوضه. طيب تعالى كده بقى ناخد الايه، اتاكد اول ان ابني عارف يفرق ما بين البريمتر وبين الاريا، لان هما الطلبه ما بيعرفوش يفرقوا على فكره وبيحفظوا خلاص. اخد اول حاجه هنا في المساله بتاعتي في القوانين، وده طبعا لازم انا كأم ان انا اجيبها له كده او اكتبها له في اخر الكتاب علشان دايما يحفظها. بريمتر اوف سكوير، احنا كل وقت عن سكوير، هيبقى سايد لينس يعني طول الضلع، وهيجيبها له في المساله ملتبلاي الفور، سايد لينس باي 4، سايد لينس باي 4. يبقى يا حبيب قلبي لما يجي يقول لك انا عايز البريمتر بتاع السكوير، سايد لينس باي 4. لما يجي يقول لك انا عايز البريمتر بتاع السكوير، سايد لينس باي 4، سايد لينس باي 4. او ممكن اقول عشان اخفف على لسانه، سايد باي 4، سايد باي 4، سايد باي 4. طب افرض قال لي انا عايز السايد لينس، سايد لينس، سايد لينس اوف سكوير. لو جه قال انا عايز السايد لينس، يبقى البريمتر ديفايد الفور. يبقى انا بقسم بجيب البريمتر ديفايد الايه، الفور. وطبعا لازم نجيب البريمتر في المسألة. يبقى انا كده خلصت الايه، السكوير. طيب تعالى كده بعد كده مين البريمتر اوف ريكتانجل، طبعا احنا عارفين الريكتانجل اهوت، والريكتانجل طبعا مش زي السكوير. السكوير كل السايدز بتاعته متساويه، يعني ار ايكوالز، ده وده وده وده، عنده 4 سايد، عشان كده احنا قلنا سايد باي 4، سايد باي 4. اما هنا الريكتانجل لا، ده بيكوالز اللي قصاده بس، تمام، وده برده بالاوبزيت سايدز، ده بيكوالز مين الاوبزيت سايدز بتاعته، يعني ده ايكوالز ده وده ايكوالز ده، وده طبعا احنا خدناها في يونت 2. يبقى البريمتر بتاع الريكتانجل اقول له لينس بلس ويتس باي 2، لينس بلس ويتس باي 2، لينس بلس ويتس باي 2، لينس بلس ويتس باي 2. اكررها له كتير عشان يحفظها. طيب الحته اللي جايه بقى يعني لما يجي يرخم بقى، يعني احفظها له برده علشان لو جه يرخم في المسائل. افرض قال انا عايز اللينس من البريمتر، لينس اللينس بتاع الريكتانجل، لينس اوف ريكتانجل، يعني عايز اللينس بتاع الريكتانجل، يبقى لازم تجيب البريمتر، لازم تجيب البريمتر ديفايدنج 2 ماينس، هو عايز اللينس يبقى اجيب التاني الويتس. ايه ده؟ ابني يحفظ هتعمل ايه؟ جيت قبل كده في الامتحانات؟ اه جيت قبل كده في الامتحانات، جيت قبل كده في الامتحانات. يبقى لينس اوف ريكتانجل ايكوالز بريمتر ديفايدنج 2. يبقى وهنعرف دلوقتي يعني في مسائل يعني جاي فيها، لو جاي لك انا عايز اللينس بتاع الريكتانجل يبقى لازم تجيب البريمتر، والبريمتر هيجيبه في المساله ديفايدنج 2، تقسم مع 2 بعد كده ماينس الويتس اللي هيجيبه في المساله. طيب
طب لو قال لك انا عايزين ويتس اوف ريكتانجل، يبقى اجيب برضو نفس الكلام بيريمتر ديفايدنج 2 ماينس اللينس، يبقى هيها بس انا غيرت اللينس والويتس. هل يا ترى يا مستر انت بتصعب الدنيا؟ بتصعب؟ انا بالعكس انا بسهل كل حاجه، بس المسالتين دولت انا اصلا ما كنتش بديهم، بس لما شفتهم في الامتحانات يبقى لازم الولد ياخدهم. طيب مش لازم ياخدهم وقتي، مش لازم ياخدهم وقتي، يعني ايه بمعنى اصح؟ الاولويه دلوقتي ان هو يبدا ياخد المباشر اللي هو مثلا يحفظ ده يحفظ ده ويحفظ ده، دي الاولويه. اما دي مثلا اخليه ايه في وقت فراغ كده، او لما بعد ما يحل امتحانات كتير ويبقى حاسس ان هو كده كويس وبيحل كويس واخطائه قلت مره في مره، خلاص اديله دي، اديله الاولانيه والثانيه دي، وابدا اجيب له مسائل بتتكلم عليها. طيب دي زياده دي برضو، وبرضو لقيتها في الامتحانات، انا عايز البريمتر اوف تراينجل بتاع المثلث، والمثلث طبعا عنده 3 سايدز، يبقى سايد لينس ملتبلاي 3. اشمعنى 3؟ لانه عنده هنا 3 سايدز. افرق لك انا عايز السايد لينس، سايد لينس اوف تراينجل، يبقى البريمتر ديفايدنج او ديفايد كده 3. ده يتكتب فوق السكوير، يعني انا كتبت الاول حاجه السكوير، لا اكتب فوق هنا الريكتانجل التراينجل الاول بعد كده السكوير بالترتيب، عشان ايه؟ يبقى سهل بالنسبه له، تبقى سهل بالنسبه له. طب تعالوا كده نبدا نحل في المسائل اهو. بيقول لي هنا زي بريمتر اوف سكوير، يبقى سايد لينس ملتبلاي 4. طب زي بريمتر اوف ريكتانجل، يبقى لينس بلس ويدث باي 2. زي سايد لينس اوف سكوير اهو، جايب السايد لينس، شوف نرجع سايد لينس اوف سكوير بريمتر ديفايدنج 4، يبقى البريمتر ديفايدنج ال 4 هاف اوف ذا بريمتر اوف ريكتانجل. الله على السؤال، الله على السؤال، السؤال ده حلو. half of the perimeter of rectangle، perimeter بتاع الريكتانجل. طب تعالى بقى نرجع للقانون، فين perimeter بتاع اهو، perimeter of rectangle equals length plus width by 2. قال لك انا عايز الهاف، والهاف ده نمبر، يبقى ما بتعملش الا مع النمبر، صح ولا لا؟ يبقى half ال 2 نص الاثنين، بالعربي كده نص الاثنين يا حبيب قلبي، نص الاثنين جنيه عشان توصل له، نص الاثنين جنيه، ايوه جنيه، يعني 1 وال1 ملوش اي قيمه، يعني ال1 ملتبلاي ده كله هيبقى هو هو، هيبقى اتفضل لينس بلس ويتس، لينس بلس ويتس. طيب سؤال جه قبل كده بيقول لك ايه؟ كوارتر اوف بريمتر اوف سكوير، نفس السؤال بس بدل ما يقول لي مثلا هاف، لا قال لي كوارتر، ربع محيط المربع، نفس الكلام ربع الاربعه 4 باي ايه يديني 4، اهي بتتعمل كده 4 باي a equals 4 4 باي 1، يبقى ال 1 ملوش اي قيمه، اتفضل لي السايد لينس. طب قال لي مثلا الهاف 2 باي a يديني 4 2، يبقى سايد لينس باي 2. ركزوا والنبي يا جماعه والنبي، الاسئله دي مهمه. هاف اوف ذا بيرمتر زي ما قلنا قبل كده لينس لينس بلس ويتس، ذا بيرمتر اوف سكوير سايد لينس 7 سنتيمتر از نوت. هو عايز البيرمتر، لازم اخلي ابني يترجم ويعرف يفرق هو عايز ايه، هو عايز بيرمتر ولا عايز سايد لينس، لانه هو ممكن يخيل عليه مش عارف. زي بيرمتر اوف سكوير اوف سايد لينس 7 سنتيمتر، هو جايب السايد لينس يبقى عايز البيرمتر، البيرمتر دايما بقوم مضروب ضارب في الفور يبقى 28 سنتيمتر. زي بيرمتر اوف ريكتانجل ويز لينس 6 سنتيمتر اند ويز 4 سنتيمتر، عايز البيرمتر يبقى ده بلس ده باي 2، 6 بلس 4 10 باي 2 ايكوالز 20. ذا بيرمتر اوف سكوير سايد لينس 2 ديسيمتر، الله دي ما ياخدش باله منها الا الطالب الشاطر. في هنا مشكله، ومشكله كبيره كمان. ايه المشكله هنا؟ ان ده بالديسيمتر وهو عايز في الاخر هنا سنتيمتر، يبقى نركز واحنا بنحل. يبقى انت مطالب هنا انك لازم تحول من الديسيمتر للسنتيمتر، لازم تعمل كونفيرت فروم ديسيمتر تو سنتيمتر. وطبعا طريقه الصوابع، تعال نرجع كده لطريقه الصوابع، هي دي طريقه الصوابع، من الديسيمتر للسنتيمتر يبقى انا كده ايه؟ هزود قد ايه؟ زيرو. يبقى انا هزود ايه؟ زيرو. يبقى ال 2 ديت ازود لها زيرو تبقى 20. انا عايز بال ايه؟ بيقول لك ذا بريمتر اوف سايد لينس 20، يبقى عايز البريمتر، البريمتر ملتبلاي 4. يبقى زيرو ده ينزل لي و2 باي 4 ايكوالز الايه؟ ذا بريمتر اوف ريكتانجل ويز ديمينيشنز، الديمينيشنز دي يعني اللينس
ويعني الويتس، ولازم يقراها كويس. ديمينيشنز 1 متر و50 سنتيمتر، وهنا عايزه بالديسيمتر. الله، يبقى ده لازم تحول ده اول الاول، عشان هو عايز بالديسيمتر لازم احول ده بالديسيمتر، ولازم احول ده برده بالديسيمتر. من المتر للديسيمتر هزود له 1 0، طبعا هيكون حافظ على صوابعه، يبقى تاني. من سنتيمتر للديسيمتر بكده هشيل 0 يبقى 5. عايز البريمتر بقى، يبقى ده بلس ده باي 2. 10 بلس 5 ايكوالز 15، ايكوالز 15 ملتبلاي 2، 2 باي 5 10 0 كاري اب 1 2 باي 1 2 1 يبقى كام؟ 30. يبقى فكره المساله دي هتقول لي يا مستر ازاي الاولاد ياخدوا الحاجات دي؟ يا جماعه يا جماعه، احنا بناخد في اخر يونت، مش لازم ياخد كل مسائل دي كلها مره واحده. وفيه ايه اللي ما ياخد مثلا اربع مسائل باربع مسائل، يعني النهارده اربع مسائل بعدها بيومين اديله كمان اربع مسائل براحتي خالص في اليونت الاخير. على فكره على فكره اليونت الاخير ده مهم ولازم الولد يفهمه. هتخنق عليه وازعق له واقول له انت كذا، وبيحفظ القانون وبينزق غصب عنه غصب عنه، لان ذاكره الحفظ عنده بتقل طول ما هو بيستخدم التابلت والايباد وكذا 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 والتلفزيونات والكمبيوتر وحاجات من دي، الذاكره بتضعف. فبالراحه خالص وانا بحل معاه. اول حاجه بالراحه هو بيحفظ القوانين، ولازم اهم حاجه يحفظ القوانين. لو حفظ القوانين كل حاجه بعد كده هتبقى سهله. ما حفظش القوانين او حتى نص نص فيها يبقى انا كده في الفاضي. تمام؟ يبقى اشوف فكره المساله واحده بواحده، ادوا له فكره المساله واحده بواحده، مش لازم كله تك 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 ورا بعضه، لا خالص بالراحه. انا اليونت ده اصلا صغير وسهل وبسيط، ما فيش في حد يعتبر اصلا خلص، خلي بالكم يعتبر خلص، مش حد يقول لي بقى فين الاري، الاري اصلا يعتبر خلاص سهل كده خلاص. ذا سايد لينث اوف سكوير هوز بيرميتر از 36، جاب البريمتر اهو. شوف ال 36 قبلها كلمه ايه؟ بريمتر. يبقى هنا عايز السايد لينث بتاع مين؟ بتاع السكوير. يبقى انا كنت قلت قبل كده في القوانين بعمل ايه؟ ديفايدنج 4 ايكوالز الايه؟ ال 9. طيب بقول لي هنا ذا ويث اوف ريكتانجل هوز بيرميتر از 30 سنتيمتر اند 8 لينث، جيت اهي جاب البريمتر وجايب اللينس، عايز الويتس. شوف احنا قلنا ايه هنا؟ عايز الويتس بتاع الريكتانجل اهو. بريمتر ديفايدنج 2 ماينس اللينس. هو يا مستر الولد مطالب ان هو يكتب القانون في الامتحان؟ لا مش مطالب. يبقى بريمتر ديفايدنج 2 ماينس اللينس، اجيب البريمتر ديفايدنج 2. فين البريمتر؟ فين البريمتر؟ اهي ديفايدنج 2. 2 باي ايكوالز 30، هتقول لي ما خدناهاش. طيب انا ممكن اوصلها بطريقه ثانيه، اقول له طب 30 جنيه عليك انت واختك، كل واحد ياخد له كام؟ هيفكر وهيحلها، ما دام قلت له فلوس وبتاع هيحلها. يبقى 15، يبقى ده 15 ماينس بقى الايه؟ اللينس. يبقى 15 ماينس ال 11، طبعا لازم اكون حافظ القوانين، هيبقى ايه؟ 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر. يبقى قلنا ده ديفايدنج 2 وبعد كده ماينس الايه؟ الرقم الثاني. هنا بقى انا عايز بقى بقول لك كالكوليت ذا بيريمتر اوف ذا فولوينج فيجرز. طبعا كالكوليت ده بلس ده بلس ده بلس ده، او ممكن اقول له 2 ملتبلاي كلهم على بعض 4، يبقى 2 باي 4 ايكوالز 8. ده 4 يبقى ده برده 4، وده ب 3 ده برده هيبقى ب 3، وبجمعهم هنا او اعمل ايه؟ كله ده بلس. بس في مشكله، ايه المشكله؟ هنا مليمتر وهنا سنتيمتر، ما ينفعش ما ينفعش احط الزيت مع الميه، صح ولا لا؟ ما ينفعش. يبقى احول من مليمتر لسنتيمتر، مش ممكن مثلا احول من سنتيمتر للاقل، ليك بقى من مليمتر لسنتيمتر. من مليمتر لسنتيمتر على الصوابع بشيل زيرو، يبقى اتفضل لي 4، بجمعهم بقى مع بعض بقى، ودول برده بجمعهم نفس الكلام مش فيها مشكله، دول برده بجمعهم ما فيش فيها مشكله خالص، بعملهم بلاسنج. هنا بيقول لي طبعا انا عايز ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، بس ده مش موجود، ده هقطع الشكل ده الاول، اقطعه كده تمام. اقطع، انا عندي ده مثلا ده ب 1 ده هيبقى ب 1، ده ب 2 ده هيبقى ب 2، ده 2 ده برضه هيبقى ب 2، ده 40 ملم لازم احول لسنتيمتر هشيل 0 يبقى افضل لفوق، بعمل على طريقه الصوابع، وده برضه هيبقى 4 واجمعهم كلهم كده. انتهى درس النهارده. ده طبعا نفس المسائل اللي احنا كنا حلينا في الكومبليت، سهله خالص وبالراحه خالص، وانا بحلها مع ابني. خلي بالكم هنا بالديسيمتر اهوت، لازم احوله بالسنتيمتر. ده درس النهارده، وزي ما قلت لكم بالراحه خالص مع الاولاد وانا بشرح لهم. واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.